افهم الدنيا، دنيا هذه اقسم بجلال الله ما تستاهل منك دمعة ولا تنهيده ولا بكاء ولا حسرة، لأنها كلها دار فناء. من اللي بقي أجدادك؟ هل جدي وجدك على قيد الحياة أو والدهم؟ كلها رحلوا وسنرحل، واللي بعدنا سيرحلون. عندنا يقين أننا نلقى الله، اللي عنده يقين أنه بيلقى الله والله ما يتحسف على هالدار. اللي يروح ما يشوف شر، واللي يجي الله يحييه. ولا تتحسر إلا على طاعة، ولا تحسد أحدا إلا في طاعة، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن ورجل آتاه الله المال، هذا يقرأه وهذا ينفقه في الحق. هؤلاء الذين يغبطون، لا بد نفهم الدنيا أحبابي.